مرونا لهنا انا ابوهم واحد واحد. تحت الزين كل قطع الرجال كان معي اختار ولا مكان معي ايات ايش. اتصلوا علي جيراني الصبحيات الساعة 7 الصبح وبقول له لأي هي الجيش اجوا على محلك ومعهم جرافات وتعال شوف. جيت هنا وصلت فعلا الجرافات اكثر من جرافة اسرائيلية بيهدموا في المحل، في البضاعة في المحل. عندنا هان ثلاث محلات، ميكانيكي سيارات وكهربجي ومحل قطع. جيت افوت على الدخله، منعوني الجيش الاسرائيلي اني افوت على الدخله، هجموا علي تقريبا 20 جندي. جيت افوت له بكل ممنوع تفوت، قلت له في البضاعه كان ما بيعنينيش، انت ممنوع انك تكون موجود في هاي المنطقه. قلت له هاي المنطقه منطقتنا وبلادنا، ومين انت تمنعنا ان نفوت بلادنا واراضينا؟ انت اصلا مش من عندنا، وان شاء الله انك انت في زوال. واللي بكل طيب خليك قاعد على الشكة. فاتوا بلشوا يجرفوا المطورات، الجياره، اللفتات، العده، كله ايش فوق بعضه. عندها تقريبا مخاسر، اذا بدي احصي تقريبا 200 ل 250 الف شيكل هم مخاسر. وعندي سيارات برا جداد اشتريتهم اول امبارح، كل مفاتيحهم وراكن وفواتيرهم ورخصهم كله بقلب المحل، كل ما املك في المحل، كل اشي بملكه حطيته في هالمحل. هذا المحل بيطعم ثلاث عيال، مش عيله وعيلتين، ثلاث. يعني انا ميكانيكي، اخوي كهربجي، وكمان محل قطع. يعني زي ما انت شايف هذول السيارات كله وراكن فواتيرهم. إشي بخص السيارات كله في قلب المحل، في المكتب كله راح في الهدم. يعني ما اعطوناش فرصة واحدة إن نعزل إشي من المحل.